خلال لقائه بالكوادر الشابة من الضباط في مقر أكاديمية الشرطة، وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بضرورة التجاوب السريع مع بلاغات المواطنين والتفاعل مع شكواهم. وأكد الوزير على أهمية تطبيق القواعد القانونية في حالات الاشتباه والضبط والاحتجاز خلال التصدي للأنماط الإجرامية المختلفة لتعزيز الاستقرار وتطوير فعاليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بأشكالها كافة. قبل أن يتسلم الملازمون الجدد مهام عملهم في المواقع الشرطية وبعد أن أنهوا الفرقة التأهيلية عقب تخرجهم، حرص السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على الالتقاء بهم، حيث كانت البداية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الشرطة والجيش، وأكد أن جهاز الشرطة لن يتردد في تقديم المزيد من الشهداء في سبيل الوطن، وأن رسالة الأمن وإنفاذ القانون تتطلب حماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة المواطنين وفقا لما كفله الدستور والقانون، وسياسات الوزارة ترفض وقوع أي انتهاكات، وحفظ الأمن تحكمه القيم المهنية والأخلاقية، ولا تسامح مع أي متجاوز يشوه تضحيات الشرطة. لازم أننا نتعامل مع المواطن بكرامة وباحترام، نحن نقدم خدمة للمواطن فيجب أن نقدمها لهذا المواطن بالاحترام. ده تحدي كبير جدا أن يثبت جهاز الشرطة أنه يؤدي مهامه بالقوة والحزم المطلوب مع الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته. نحن جميعا مواطنون، جميعا سواسية، ولكننا نؤدي وظيفة متميزة للحفاظ على حقوق جميع المواطنين اللي احنا بنتعامل معهم. الوزير أكد أن الدولة تخوض معركة شرسة غير مسبوقة ضد الإرهاب الذي يسعى لتقويض دعائم الدولة، يخوضها رجال الشرطة إلى جانب رجال الجيش لتعزيز دعائم الاستقرار، محذرا من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الحديثة واستغلالها في تزييف وعي الشباب، ما يؤكد ضرورة وجود رجل شرطة عصري لديه القدرة على استيعاب المتغيرات الأمنية. لذلك تأتي هذه الفرقة التأهيلية لتصب في هذا الاتجاه. نحن في حاجة شديدة جدا إلى الضابط أو رجل الشرطة المعد إعداد بدني وإعداد تدريبي وتأهيلي بصورة جيدة جدا، حتى نستطيع أن نواجه حجم التهديدات اللي بتاخدها بلدنا، سواء في مكافحة الإرهاب أو في إرساء دعائم الاستقرار الأمني في جميع أنحاء الجمهورية. رغم التحديات فإن جهاز الشرطة يملك زمام المبادرة ونجح في توجيه ضربات استباقية ضد الإرهاب والجريمة بما انعكس على حالة الاستقرار، كلمات أكد عليها وزير الداخلية، مستطردا أن الاستقرار الأمني يجذب المزيد من الاستثمار وهو ما يحدث حاليا. ووجه وزير الداخلية بسرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين، واستمع الوزير خلال اللقاء للعديد من رؤى ومقترحات الضباط في مجال الارتقاء بالمنظومة الأمنية وآليات تطويرها، موجها بدراستها وتبني تنفيذ عدد منها، وأكد أن الجيل الجديد من الضباط سوف يكون له دور كبير في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وإيقاف أي أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.